الرقم التالي هو 30، القمة الأفريقية رقم 30، الرئيس السيسي في إثيوبيا اديناها عنوان او يعني حطينا قمة بلا نهضة، على اساس ان سد النهضة ليس مدرجا في يعني في الموضوعات اللي هتطرح في القمة، ولكن اشك ان الرئيس هيكون هناك ويفوت موضوع النهضة، يعني لازم برضو كلمتين لان هنوصل فيه الحل، هنوصل يعني. هو اللي نفسي كلنا نتفق عليه ان لا رئيس جمهورية ولا جيش ولا مجلس نواب ولا المواطنين احنا كمصريين 100 مليون هنسمح بان متر واحد يعني يتخصم من حصة مصر في المياه من نهر النيل. خش بالقلب اللطيف بقى. بس اللطيف انه عنوان المؤتمر الانتصار في معركة مكافحة الفساد، نهج مستدام نحو تحول افريقيا. واللي بيقرا شوية عن يعني حال الشعوب الافريقية معظمها يعرف انه معظم البلاد الافريقية عندها ثورات تكفي العالم كله، لكن الحقيقة انه معركة افريقيا الاساسية هي معركة فساد، ويمكن مصر تكون واحدة من البلاد اللي وقفت وابتدت في الحرب دي وبتدفع ثمنها بكل التفاصيل، يعني بتدفع ثمنها في أصعدة كتير، لكن فكرة محاربة الفساد أعتقد أن هي الأصل في التنمية، وإحنا عندنا تجربة تستحق الإشادة يعني. خش على القرد.